بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم مشاهدينا الكرام. هذا أنا محدثكم سعيد بن محمد بن بخيت بن مسلم، اللقب والشهرة ابن يعيش، وأعطيكم خلاصة حياتي 60 سنة كوني أنا خارج الحكومة، ولا أنا في جهة مسؤولية ولا في أي اتجاه، يعني خارج الضغوط، وأرى من زاوية خارجية عن الداخل. وبتكلم في هذا الموضوع عن حياتنا، بداية حياتنا آخر سنتين اللي هي ذاكرتي، يعني يمكن عمري 7 سنوات 68 و69 و70، وبتكلم من 1970 إلى 75، لأن هذه أحداث مفصلية وفارقة في حياة عمان. ومن بعدها بتكون التنمية، اللي بدأت التنمية وإيش اللي الخدمات اللي قدمتها الحكومة للمواطنين إلى 80s. في عهد 80s بدأت عمان تودي للجامعات من سنة 85 وما فوق طلبة يدرسوا في الجامعات ويدرسوا برا وذولا، والكادر العماني إلى 2000 كان ضعيف جدا لعدد السكان، وكما تعلمون يعني، والبنية التحتية للدولة ما اكتملت لكلها. ومن 80 إلى 2000 بنتكلم، ومن بعد 2000 إلى 2021 في العهد الزاهر لجلالة السلطان هيثم حفظه الله. وعندنا عدة محاور، أولا الحياة كيف كان المجتمعية، النقطة الثانية اللي بنتكلم فيها بعد الحياة المجتمعية كيف نطور أنفسنا، وعندنا عدة أفكار للتنمية. أنا أتكلم عن الجنوب، عن ظفار، لأني من سكانها وعايش فيها، وتقريبا ظروف البلد كلها تتشابه مع عمان ودول الخليج والوطن العربي كله، فبنتكلم في هذه الأشياء اللي هي التنمية اللي حصلت لنا وعيشتنا وحياتنا للهدف اللي هم أولادنا اللي ما عاصروا المرحلة ولا يعرفون الضغوط والأشياء اللي حدثت من سابق وكيف وصلوا، وهم يعني الحين حاليا في عالم آخر. فنطلعهم على تجربة الحياة وبداية حكومتنا من 70 إلى اليوم، حكم تجربتي ومعايشتي للواقع اللي نحن فيه الحين حاليا. أول شيء بنبدأ في عام 1968، وكنا نبلغ من العمر تقريبا 7 سنوات. كانت الدولة ضعيفة، كانت الخدمات لا شيء، كان في مستشفى واحد، مش مستشفى تعتبر عيادة، الدكتور أحمد شفيق الربيعي، وكانت الأدوية بمبالغ ومش متوفرة، وكانت الظروف الناس عايشة، لكن ما كان هناك يعني شيء نهضة اقتصادية، وكانوا الناس معتمدين على الرعي وعلى الزراعة وعلى قليل من التجارة اللي كانت موجودة، لا في صرف صحي ولا فيه يعني كهرباء نهائيا، كانت المسارج كان متوفر 2، هو ديزل للموتورات مال الزراعة، وكان الغاز غازولين، هذا الغاز اللي يشبوا به بالليل مسارج والفوانيس، وهذا فقط. وأذكر من ضمن الأشياء المسلية والطيبة كانت مسجلات على الجرافون، هذه مال اللي باليد، كانوا عليها يعني مطربين، وكذلك كان ممنوع المذياع. هل تعلمون يعني وسيلتين النقل الوحيدات اللي شفتهن واللي معروفات حتى حكم السلطان قابوس؟ واحد شفت هذا السيكل اللي ابو عجل، هذا اللي
البسكريت اللي يسوقه واحد، واعتقد انهم بترخيص وحتى يحصله او مسوين له ليسن، هذا اللي هو الموتر السيكل، هذا عندي ناس قله. واذكر ان هذا الدكتور احمد شفيق الربيعي، احمد شفيق الربيعي عنده سيكل موتر اللي هو بالوقود يمشي، فكانوا البطارية يمكن ما في تشارج، فكانوا يدفونه 200 متر حتى يشتغل. الموظفين ما يدفونه 200 متر حتى يشتغل السيكل ماله. هذه الوسيلتين، ما عدا الجيش عنده، الجيش عنده سيارات موجودة وكذا، أما كمواطنين لا، ما حدا عنده. اللي هم يعني المواصلات التقليدية اللي كان هو الجمل، حتى الخيل ما موجودة كانت في صلالة. هذا لا يعني المعلومات حتى 69، وكانوا بعض المزارع، مش كلهم، بعض المزارع يستخدموا الجمال عشان يطلعوا الماء بالطريقة التقليدية للزراعة. ومن ضمن الأشياء الحين ذكرت، من ضمن الأشياء أن البدو كانت لا تعطى لهم المزارع، يعني ما البدو ما يعطون مزرعة أو يسوي نفسه مزرعة، ولا أحد من البدو عنده مزرعة إلا أذكر اثنين، هي بإيجار وملك لا، أو ملك الله أعلم يعني ورثها أو شيء، أو يعني من زوجة ولا من شيء. هذه الأشياء يعني ما كانت موجودة عند البدو، فقط البدو كانوا يشتغلون يأمنون المزارع فقط. يعني انت يجيون عندك وحده من البدو يقول لك يلا انت امن مزرعتنا هذه من اللصوص ومن كل حاجه، ويعطونا منها. وف 68 و69 كانت الحياه صعبه شويه من جهه الحكومه، بعد تعرض السلطان سعيد بن تيمور لمحاوله اغتياله، صار تشديد في كل حاجة، في الخروج من البلد، السفر، وفي أشياء كثيرة. وكون يعني بدأت الثورات تبدأ، والظروف يعني الأمنية ما هي جيدة، فكانت الناس معظمها مسافرة إلى السعودية وإلى الدول النفطية، بدايتها الإمارات، البحرين، الكويت، بداية استخراج النفط وبداية تغير الحياة في الخليج العربي ككل. ومعظم الناس كانت ترسل لأولادها يعني اللي تحصلها من فلوس وتمشي عيشتهم وأمورهم، لكن كانت السعادة الكاملة في المجتمع أنه مجتمع متكاتف في كل حاجة، في السراء وفي الضراء. على سبيل المثال، جارك نقص عنده رز، نقص عنده حاجة، اجا واخذ منك، ولما تجي تتوفر عنده رجعها لك. فكانت حتى المرقة، مرقة الدجاج، ما كانوا يرمونها، كانوا يعطوها جارهم. واذا خلت يعني واحد زاد عليه حاجة بسيطة من الاكل يوديها لجاره. وكانت الناس كلها فئة واحدة، أب واحد وأم واحدة للجميع، ويعني وكنا مرتاحين نفسيا. ومن ميزات الوقت هذاك، شفت يعني تكلم عن صلالة، ميزاته أنه كان في مسحراتي يضرب التنك على الناس، وكانوا الناس عندهم أهل المدينة خاصة في موسم الخريف عندهم أبقار، وكانوا يدفعون أجرة على أساس أنه يوديها للرعي، وين أبعد نقطة يمكن 3 كيلو، لأن الأرض كانت كلها فاضية، وترجع الحيوانات لهلها، والناس عايشة على قد الحال، ولكنها كانت سعيدة وكانت متكاتفة بمعنى الكلمة. يعني إذا حد مرض يجون يزورونه، إذا حد تعب يعني يواسونه، إذا إنسان ما عنده شيء ولا حصل شيء يأتي أخوه يعني بروح طيبة يقول له والله أنا ما عندي عشاء أولادي، بغيتك يعني تصرف لي، فكان هذا يعطيه عشاء أو يعطيه مبلغ ويعطيه حاجة ويمشي يومه. الحين اليوم الحمد لله من كثر الخير كثر كل شيء، تكون أنت عازب ناس عندك ذبيحة كاملة أكلوا منها حاجة،
تريد توديها لجارك تستحي، يقولون يجيب لنا يعني بقايا طعامه. فالناس هذه العادة تقريبا الحين انتهت، ويعني في أشياء جميلة سابقا وفي أشياء لا بأس بها. 69 على نفس المنوال، نتكلم على 68 كانوا سجناء سياسيين بعد محاولة الاغتيال، ناس كثير في السجن يعني أخذوهم، يعني معظم بعض منهم أبرياء وبعض غير أبرياء واستجنوا في هذه الفترة. كان نظام السجن أنك أنت تروح تودي لأهلك الأكل اللي مسجونين، فكل مسجون متكفل به أهله مش الحكومة. والناس كانوا مضايقين شوية في هذه الفترة كون أولادهم مسجونين وكون ممنوع التحرك، أو كذلك بالليل ممنوع التجول من الساعة 8 بالليل يعني بعد صلاة العشاء عندهم، وكانت هذه من الأمور الضاغطة على الناس. والنقطة الثانية كانت الضاغطة على الناس في هذاك الوقت هي الضرائب، وتسمى عندهم بالعاشور. كان السلطان سعيد بن تيمور فارض عليهم ضرائب، يروح الجبل ويأخذ من أغنامهم ويأخذ من إبلهم ويأخذ من أبقارهم في هذه الفترة. فالناس بعد مضايقة فقر، وبعد فوقها ضريبة. ولكن من حسنات السلطان سعيد بن تيمور اللي نسمعها عن هلنا، احنا ما عشنا الفترة اللي هم عاشوها، لكن خبرونا ان الله يرحمه السلطان سعيد استصلح الأراضي الزراعية يعني في المناطق، وأنقذ الناس من المجاعة الحرب العالمية الثانية، حيث أنه وفر الأكل للناس في زراعة الفندال اللي هي البطاطا الحلوة. استجلب، ما كانت تزرع بضوار، استجلبها من صحار ولا من وين وزرعوها، واستخدم العمال العمالة اللي عند الموظفين في تعديل الأرض والسواقي وكل حاجة. وظفار فيها ميزة إن هي موجود فيها أسماك كثيرة، وفيها شجر النارجيل بكثرة، فكان مكمل غذائي. كانت الناس تأكل من هذا البطاطا، وتأكل السمك سردين، وتأكل من النخل هذا جوز الهند. والجبل كانت فيه زراعات مطرية، فيه ذرة وفيه أشياء يعني مطرية. التكامل كان كيف بين البادية وبين الجبل وبين المدينة. راعي البادية كان يستخرج اللبان، مادة اللبان من الأشجار اللبان. وراعي الجبل كان يوفر السمن، سمن الأبقار وهذا. وراعي المدينة يعطيهم التموين، يمول الجماعة من الرز ومن السكر ومن أشياء. وراعي البحر يوفر السردين لأعلاف للحيوانات. فكانت الحياة على بساطتها متكاملة، والناس عايشة ما مضررة. النقص الفعلي كان في الصحة، يعني الصحة نقول ما في موجودة، اللي هي المستشفيات واللي هي العيادات أو كذا. فكانوا جماعتنا لما يمرضوا، ويعني كانوا يلجأوا إلى اليمن عدن، والبدو اللي عندنا يلجأوا إلى الخليج، وبالذات قطر. وقطر يعني قطر أيادي بيضاء، حكومة وتاريخهم مشرف جدا. نتكلم عن فئتنا البدو اللي احنا نرحل نركب ناقتنا ونمشي وين. فكانوا جزاهم الله خير، ان شاء الله يكون في ميزان حسناتهم هالقطر هالزاني. كانوا المريض يهتمون به، وكانوا يعالجونه في بيروت في الجامعة الأمريكية على حسابهم، لم يكن مواطنهم، وإنما الإنسانية كانت أعلى من المواطنة. وعلى هذا الحادث أذكر عمي الله يرحمه، أخو ابن عم أبوي، جلس سنتين في بيروت علاج يعالجوه في الجامعة الأمريكية وكثير من جماعتنا. فأهل قطر صراحة
لهم دور كبير، وكذلك السعودية والكويت والدول هذه اللي الناس عاشت فيها، وكانت مصدر رزق ترسلها إلى 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 عمان. فهذه الدول كانت كذا. هلنا قديما قديما هلنا كانوا إذا ضاق بهم الحال، أنا أتكلم على فئة البدو، لأنهم هم الوحيدين اللي يقدروا يتنقلوا من 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 الفئتين اللي هي فئة المدينة وفئة الجبل. هذا الناس ما يتنقلوا، لكن البدو يعرفوا الأرض وعندهم الإمكانيات اللي هي الجمال سفن الصحراء، فكانوا يتنقلون. كانوا عندنا البدو إذا تعبوا واجد ودار عليهم الزمن، واحد منهم يروح يتجه إلى الخليج، فكان يتجه إلى الإمارات، آل بوسنيدة وآل بوفلاح النهيان، وكانوا يتجهوا على أساس أنه يجي ضيف. والحكام جزاهم الله خير، حكام الإمارات نحن نتكلم حاليا عنهم، كانوا ما يقصروا في الناس، يعني يعطونهم فلوس، كانت تسمى هذه الشرهة، يشرهوا الناس. هذه الشرهة تكفي كم من شهر اللي قد جاوها. ونذكر أهل الشرهات معاك السعودية والثاني والبحرين آل خليفة، هذا المشهورين، والكويت، هذا المشهورين بشرهاتهم، كانوا يعطون يعني ويكرمون وما يقصرون له. مسقط مدينة عاصمة كلها تجار من أصول كثيرة مختلفة، وملتقى تجارة بحري، اللي من الصين واللي من الهند واللي من اليابان واللي من دول العالم، من بريطانيا واللي من أي مكان من الشعوب كانت تتجمع، وكان تعاملهم فقط تجاري، يعني الناس ما كانت تروح لتجارها ولا يعرف من تجارها هذه الفئة أنهم تبرعوا للدولة. وأبسط دليل عندنا الوقت الحاضر، أزمة كورونا، السلطان هيثم تبرع ب30 مليون، وكل مرة يعطي وكل مرة يعطي، لكن للأسف شديد التجار اللي معروفين ما سمعنا بحد منهم. وبالرغم منهم هذا الخير والفضل من الله هو، لكن من عمان، وعمان لما تكون في حاجة يجب أنهم يوقفوا معها. وهذه الأحداث اللي نتكلم عنها في 68 69، وجهت النهضة المباركة على يد جلالة السلطان قابوس رحمه الله، وهذا لم تنجب أي دولة وهي في يعني نتكلم عن 600 سنة سلطان من مثله. عدة نواحي في كل ناحية، في الناحية إكرام، وفي الناحية العطف والرحمة، وفي ناحية العفو، وفي جميع النواحي. السلطان قابوس الله يرحمه كانت ميزة فيه ما هي في رئيس في العالم، اللي هو عمره ما حاسب واحد، حتى لو أخطأ أو سرق أو سوى أي شيء وهو في اللي يخص الدولة أو يعني ارتكب فساد، يقول له روح شفت، ويوكلها لله. كان المال ما عنده ذو أهمية قابوس، لا جمع نفسه شخصيا ولا سمعنا عنده شركة ولا سمعنا عنده شيء، الله يرحمه، كان معطاء ولا يسأل، شفت. والكرم عنده حاتم قابوس، ما وجده إنسان أو فقير أو كذا أو محتاج إلا أغدق عليه. في عام 69 أذكر حادثة، كنت مع أبوي في السوق، سوق صغير وكذا، وأشوف الناس متجمعة، الناس كانت متجمعة في منادي اسمه عباس، اللي هو يعني اللي ينادي على البضائع، وهو يعتبر موظف حكومي معتمد دلال زين. وأهل البلد يقولون إذا واحد زعل على ناقته ولا زعل على بقرته ولا زعل على حد، إن شاء الله ينادي عليك عباس، فهو منادي يعني أنا ابتسامة، وهذه معروفة صارت مثل، ينادي عليك عباس.
إذا واحد زعل على بقرته ولا حيوانه طيحها ولا الله يعزكم حمار ولا شيء يقول ينادي عليك عباس. عباس ما عنده فوضى، صوته جهوري والناس كل تسمع اللي حاضره. وهذه من الأحداث. لا بعد نسيت شيء، واذكر التجار اللي في صلالها كانوا أفراد قليلين، من ضمنهم سعيد بن أحمد الشنفري كان عنده دكان صغير بقالة بمعنى البقالة يبيع فيها، والهنودة للدرمسي وكمجي رمداس يعني محلات صغيرة حق الرز. وهذا المينا ما كان مينا، كان موجود الشاطي، وكانوا يروحوا للمراكب اللي داخل ويحملوها في قوارب أصغر وينزلوها على الشاطي ويحملوها فرضة هناك موجود عندهم الجمارك، فكانوا يأخذوا الجمارك منها. أعتقد الله أعلم أن عندنا ثلاث، واحدة في طاقة، واحدة في صلالة، واحدة في مرباط، اللي هن محل الأماكن الجمركية. والنطاق الشبك مع الحكومة السور يمكن من يمكن بحدود 6 كيلو 5 كيلو كذا يعني، وكانت نقاط. أذكر 69 الله يرحمه أبو الوالد أخذ تيوب اللي هو الإطار مال السيارة اللي يتعبى هواء، يريد يهرب يعني يطلع خارج الحدود، يعني بالليل يجي ويدخل البحر لأنه ما يعرف يسبح، بس يمسك في هذا السترة هذه مال السيارة حتى يعدي الموقع من الجيش. كان حرس وحالة خطيرة، بعض الناس يتعرضون للقتل في التهريب هذا. وهذه الأمور اللي عرفناها يعني الذاكرة اللي موجودة، الحياة البسيطة والذاكرة اللي موجودة عندي إلى عهد 69 إلى جاء صاحب الجلالة. في 68 الله يرحمه الوالد تلاقى وطلب منها معالي الوزير يوسف بن علوي وعبد العزيز الرواس أنه يطلعهم من البلد، يعني عملية تهريب يهربهم من البلد عشان يدرسوا في الخارج، وهم حيين ويمكن يعرفوا هذا الحادثة. فأخذهم وعبربهم لأن كانت نقاط يعني البلد كله على شبك سور، فأخذهم وهربهم. أعتقد أنهم راحوا جهة اليمن عشان الطائرة ويسافروا من الجهة، أو بحري الله أعلم، وراحوا الكويت أو كذا يدرسوا، لأنهم يريدوا يتعلموا ناس يعني أهل حضارة ومدينة وكذا، كان العلم عندهم مهم. شفتوا الحين بنبدأ بداية استلامة للحكم. كابوس بداية استلامة للحكم سبحان الخالق، كان استلامة للحكم بعد صلاة العصر، الخبر جانا بعد صلاة العصر. ففرحوا الشعب فرحة كبيرة وعارمة، يعني احتفالات. أنا أذكر أنا صغير عمري يمكن 9 سنوات وكذا، الاحتفالات غير طبيعية، والناس كانوا بسيطة. 3 مناطق اللي يمكن منطقتين اللي استعلمت، اللي هي صلالة والحافة، يعني طاقة ما استعلمت، عوقد ما استعلمت، لأنهم بعد المباشرة بعد استلام الحكم صار إغلاق، صار إغلاق لمدة 3 أيام، ما حد يدخل ولا حد يطلع من البلد. والله يرحم الوالد كان خارج الحدود جاي من مقشن، كانت الحكومة عندها مركز في مقشن وهم موظفين فيه، وكان سبحان الله على البوابة قال 3 أيام ما قدرنا ندخل. زين اليوم الثاني استلام مقاليد الحكم صاحب الجلالة حدث أمر مهم جدا، هو إطلاق جميع المساجين، وهذه فرحة لا تعادلها فرحة، كانت فرحة عارمة. من ضمن المساجين كان خالي أخو أمي، شفت خالي أخو أمي كان مع الناس اللي مسجونين واللي أطلق سراحهم وكذي، وأذكر السلطان كان فوق ينظر ويرمي بالشوكولاتة، الشوكولاتة نوعية إنجليزية اللي عليها صورة البقرة البيضة ملك، يعني شوكولاتة الملك،
واحنا صغار يعني كذي. اليوم الثالث اللي اذكرها انا ان احنا كانت مقابله مع شيوخ الكثير الله يرحمهم، كلهم ماتوا باقي واحد فيهم، وانا كنت الطفل الوحيد اللي كان معهم صغير. ودخلنا القصر وقابلنا صاحب الجلاله، وانا ما كنت فاهم شيء، ما كنت يعني هذيك الجلسه كلها كان همي نقطه واحده اني اكلت حلوه. جابوا حلوه وقهوه، اعتقد القهوه ما شربتها، لكن اكلت الحلوه مرتين او ثلاث مرات ادخل يدي فيها. يعني الحلوه حلوه جدا، لان نحن عندنا رجل شهير ابن طالب يعمل الحلوه يعني لا يعلى عليها. اكلنا من الحلوه وماني فاهم ايش الموضوع اللي تكلموا فيه، لان بوابه القصر فيها بابين، فيها باب صغير الناس تدخل منه وفيها باب كبير رئيسي. انا الباب الصغير رفعوني حتى طلعت منه، ودخلنا عند السلطان ولا انا فاهم وين ايش اللي صار وايش اللي جرى. بعدين عرفت لما كبرنا وعينا وسالنا عرفنا ايش. كانت الاكراميه للشيوخ 40 ريال وبندقيه كنت، وصاحب الجلاله من ضمن الذين كرموا، اخذت 40 ريال فرنس واخذت بندقيه كنت مع الجماعه اللي دخلوا. ومن ضمن اللقاء اللي فهمته انهم قالوا سلطان الوضع كذي ايش تشوفون او ايش الراي؟ قالوا الراي ان احنا نحارب الشيوعيه، لان الشيوعيه هذه قتلت اولادهم ومنحرفه عن الدين.